بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس منا تكمل لدرس إيماننا كان جمع أنه دا توم اندلك الله جسيان دل تغصوا إن الله يندو ترى طبعا الإيمان بالله يتضمن أربع أمور تكافأت. الإيمان أولا الإيمان بوجود الله هنا دا برانغا نبي فطر أغني تر دا من بددرنا ثانيا من تزاف دا الإيمان بوجود الله در دا ثانيا الإيمان بربوبية الله عز وجل. الإيمان بربوبية الله عز وجل دو إني قجاتني دائما دينا تما إن أنو فطري جكو قداري تدر الإيمان درو من نادر لغة عربية دائما إنه مهم جك هذا التركيز جانا. الإيمان لغة أنوان الكو نادو آمنت دوره صدقت نادر ده توجك آية في لغة العرب. أما في شرح عند العلماء وفي الدين وفي الشريعة الإسلامية الكو الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. جوارح دور أنا يزيد بالطاعة طاعة دوين صلاة زكاة وزمية ورضا مرتاعنين أي إن تلقين على نصر مرتاعي عندك إيمان ما تكذبك. توجيك الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون وبضع وسبعون شعبة شعبة له إن هذا أجل عند جاني قاعد زيتنا. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى أي إن زيتنا يو وينقص بالمعصية إني بغى جانمة إيمان وصغدك تو إني ونمو مفرمو جنيك سمو يو إن الله سبحانه وتعالى دغنا جانمة جانا إيمان وصغدك إن ثم تأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم دغنا جانمة جانا إيمان وصغدك أي ما نام الإيمان لغة وشرعا ترانا تدغرا ترى ده ذكرنا أن اللغة ندر تدري أنا وأن إنه اللغة دروج يدري الكوفين سبحان الله النعمة الله كل مخلوق الله اللي كنا نانا قلنا تلاشي مغرس وناي أما صنداي فاهم كنا قلنا تكلمنا النعمة من الله عز وجل الله إنه أنا قلنا أغرسنا جكر إن فاتونا قلنا فاهم جكر. إذن الإيمان بوجود الله ندرني ده فطر بالعقل بالشرع بالفطرة بالحس إن هذا فطر. قلنا الثانية إن تزود رادرو ثانية نيجينا الإيمان بربوبيته ربوبيته دويني الإيمان إن دعانينا إن دعانيك الله مردامة رب تانقودي كلمة الرب دو ده على غاركو نجيرنا كيش عالم هذا نجير دو قصة كدري يوم مرتاد تزاي تقصير تقصو الله سبحانه وتعالى أنجى قصير جبريني أمر كنره وشيد رنجروك تركوه قلنا دي قصا مرتاد تزاني كينغري نو ثم تركير إني ينتقل ثم تركير الله سبحانه وتعالى على قاية مضغاية مخلقة غير مخلقة فاخترى هنا تاقنا صورة لأن بداية صورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا تكينا يكغر الله سبحانه وتعالى إنه لو أنه كش أهل ما الكرمو أولا يسي أما مندانا كش أهل ما ربصني ترباسا أغاكرك ربصا الله سبحانه وتعالى توالي بيجسا نظر نظر نيم نيكو كابو أقول ساسن ساسنا إلى كما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمتي ما بين 60 و70 إنه
قلما يتجاوز يعني قلما يتجاوز نرى من المرتاد ترسل ملي أما من دين نلازت نجام من دينه توجه كان الله سبحانه وتعالى تركر إن ذا كش آيان ما الكرو مرباصني يكرر الله نجيرنا ذكر وكذلك كش آيان ما ترنجينا الله سبحانه وتعالى رب إن جيك ذا فاتيجكو الإيمان بالربوبية إن ذا نرد ما الله إمرزا هلنجينا هرنمي تبصوري الله رنانيك رب نمغرد هرنيقني تيانيقني إن من الجفار ذا كسيقني هرنمته وصو رب الممر دام هرنمته وصو نجري ان دا تيانيك اذا الله سبحانه وتعالى مري ربا دور تربيه ان وزاره من داغنا وزاره التربيه عندك يا ليت ربني ما غنار يعني ما نور دار من جيرنيك دين الله من حرا الله نما مردا ما مردا الله هر نين غن جير مر رب نم گوردين جيرن نه گوردين الين نه گوردين تكدا اند تمره الله نما مرين جيرن نه گوردي رب نم گوردي اند غانيك الحمد لله رب العالمين عفوا الحمد لله رب العالمين عالمين جن جيرن عالمين دور اني الله گردر إن إندا، شنعا جنا بسمارا شنعا جنا سارة توني كال كوي تكوني كال دا تكوني كال الله الجردن شنعا جنا عالم إندك، وأنا إندا الثانية إندا يا إلي صغير محمد جنا جزء من عالم الإنسان توجكر الله من الدعم رب درني من يجري در الجردي عندك بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين عندك اي هلينجين نادرو تركراني دان لاوني دان والرب انا اكوزودنا رب حقيقي ما انا اكوزودنا ترب من له الخلق هلق المغلوب وخلق كل شيء وقدره تقديرا اذن ان هلق المغلوب يعني تان ربي صناعيني تاني إيه جيني مكينة الجيني وين صحة الجيني كاميرا صورتيني مسوي اللي بتشيني جكار هلكينة تفرم لا 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 أن هلق النور هو الإيجاد من العدم إن أصل جلجنا دانير مكونات صناعنا بكنير اللي جينا ترب عندك تخلق عندك أن ربي صلاني ولا جنا مكونات صناعنا شكل قار مريودة تونيك كتاب جونا غنا وادا تشي ورا غنا ملوميك هبرو تشي دارونيك ان دنجي ميرا فاريك لكن الخلق دور الايجاد من عدم ان كل مواصفات صناع مكونات صناع جنب كنر ان يرمني هلم ما ته الرب عندك الخالق اظن مننا ان اكو زو ادرو الرب حقيقي ما الملك مغلو إن جينا مرة مغرا شيطان وتر تان لا 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 وتر أمر يوبو متر نو نمشي إن دا جينا مشي يغا تان لا إن را يغا مكوناتا جينا جيدرا جينا أمر إنما هنو إن دا ملك نمشي إن أمر يغا نوجار دا درنجلنا يغا أمر إن دا أي وكر نانا ننجدر إربي يغا نوجار دا إكو أي وكر توصيلة توصيلة عسلامة توصيلة توصيلة أمين يوم وكر عند كأنه أي شيء كذا، لكن الله سبحانه وتعالى من الملك مغرى إني جنا ساترسل بترسل إن شاء جنا من مغرى جكار هو الملك الملك والمالك مالك يوم الدين تكاني بالنه يوم الدين ولا يوم القيامة نأخذنا الأمر جنا ملي الجسم أن يتغسق كسم أن يتغسق فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا آمر إلا الله قال الله تعالى ألا فرق له ألا له الخلق والأمر ناي هلق جنا مري مغر ناي والأمر أمر جنا مري مغر ناي ناصرنا قال الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير قطمير دوترا آي كو تيمونا داتنا تانا قلنا دا إن كسيقر بنير أنت ذاك الله نجا كنونه
والله سبحانه وتعالى ولو كان مخلوق الله اللي كنه تان الله تان رب كل فرد بي فرد شو فرعون تمرنا جنكو أمر عز الشرق فرد هنو من الله حقيقي هنا ورد من نفس السمرة حرنك أنا ربكم الأعلى فرعون يكون مخلوق الله يترك كل فرد بي تمرنا جنا من قرار نفس السمرة إن من الله هنا ورد حرنك أغرى أرى من لول دات قصرا قوار دات قصرا أرى تار عز الشرق كيف هذا هنا من الله هنا وردي رب هنا وردي هرانك لأنه من هلي غير مغرشي ملك لي ملك سمان زائل وملك دائم الله ما كغير دانيني ومن أمر سمان جنة شيء محدود لكن عنده خلق نراني دائم ملكني دائم أمرني الدائم توجه كار فرعون من نيانا جنا فرعون كار كورونا كار إنا أكو زوارة دي دونا جنا إنا مؤقتة والله عز وجل أيضا فرق له يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فرعون دعا الله ذكر فده وأيضا تجرشي أرقنا إن الله الله سبحانه وتعالى زال فرعون على مريه اللي كنا ذكر على نقلنا هلقى الله شيء مؤقت من السنة ألقى تعالى تعمى كده إيو يغى أمنا أنه وجرى الدردوز يجي وكل ما توزر تقصوه عند سوينا كده وقال تعالى وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا إذن مرا حقيقة الحالة عندك مرا آله المزيفة تقول من آله عندك لكن ظلم هي علو كبرياء واستعلاية عباد الله تكار دا فترة في رونا كذا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا تكلم على لسان موسى عليه السلام فرعون سغى الرد كانك أنا ربكم الأعلى إما ذكر وكذلك الله سبحانه وتعالى حتى المشركون حتى أن المشركين يعلمون علم اليقين أن الرب الحقيقي هو الله عز وجل صاحب الألوهية والأسماء الحسنى بدليل مشركين ترى أرن مخلوقات عبرهن درا الله من دام سبحانه وتعالى الله الحقيقي من الله رب العالمين ورد حلان دقل قردي اسمه الله ينفرج قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون قل فينج بصمان يهوج وأما دعتي كان ينا إن كنتم حلان دقل كوبو سيقولون من أي فترة مشركين لله الله مولينك بصمان يو أما دعتي كان الله مولينك أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع أمساء تلسوا مولون يا ورب العرش العظيم العرش العظيم هاي مولي سار مولي تنا مولون يا الله مشركين فيني كترا سرام رأيني فاتق مشركين سيقولون فاتقج لله مولو الله انت قل أفلا تتقون على رأسماني تكريج قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون قل فاينج من بيده ديج ملكوت كل شيء ساترسو يباترسو إن دعاتنا يا إن كويتنا يا إن فيتنا يا جنا يا مغريني وهو يجير يورنج ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون إني سيقولون فطر لله الله مغريج فأنا تسحرون تكريج وقال الله عز وجل فرق أيضا يقول أنا تنا ولئن سألتهم مشركين الفين من أي من خلق السماوات والأرض ساترس بيترس أنه لكما نعينة وصوره سيقولن فاتقج خلقهن العزيز العليم العزيز خلقهن هلكنج إن أساترس بيترس إن دعا شكاية إن في شكاية
العزيز خلق هنا هلك نج العزيز دنا راية ترى مغروية العليم علم دنايا إننا نكيم لنوا ولئن سألتهم من خلقهم ننظر عن هلين من ينا نعن وفن وتوصى سيقولون فطر الله الله هلين هو الرب سبحانه وتعالى فأنا تؤفكون وتنيا ما رفعت نجوكو الله عز وجل رب الكريم عظيم أي فيما يتعلق إنه فاتر لتوبيني دروسني الله لو نقول يتوزا كل دروس من شيء إلى فاتر 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 إلى آخر دقيقة من عمر در فاتر كونا تظن هذا الله الله سبحانه وتعالى هو رب السماوات والأرض الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا رب الله سبحانه وتعالى دو صدر صلاتك من داق نترجس الله دو صدر من داق نشي قلنا الله يترجس يا الله جنة جسن يانو الله ونو ونو نيارو داك أن أسلوب نانا جنا وردان درائي يليان درائي أليان درائي ديان درائي ديروان درائي أن كل تندر حق دنا جنرا يا ربي الله قولتنا الله جنة جسن رفارة ينقو بجوار محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته